يقول لك طلعت وما خفتش، راه يكذب، راه يكذب، انا نحلف لك باللي يكذب. جاب لي ربي اللي راح صحيح، جهور راح بكامل في عقله، اللي راح بعقله ويقول لك ما كذبتش راح يكذب. السلام عليكم الاعزاء، اني عاود جيتكم بربي ان شاء الله لا سويت كاش نقولوا على النصب والاحتيال والخداع وعلى وهران على قصه الحرقاع السريع. ردوا بالكم يا خوتي، ردوا بالكم، ردوا بالكم، ردوا بالكم، ماشي ردوا بالكم 3 خطرات، 200 خطره، 3 ملايين خطره، بيسكره النصب والاحتيال داير حاله، راهم يبعثوا ولاد الناس للموت. ردوا بالكم ودبروا لسانكم خوتي، اسمعوا مع خونا واش هو يقول لكم. قال لكم بعثونا للموت، الكاش موتور، الكاش تاع موتور 115، كي رفد الكاش لقى موتور 60 اونكولي وطايب وحبس بين في النص. اتهلاو، ردوا بالكم على رواحتكم، صلوا على النبي. المهم ركبونا، طلعونا، صفونا، ومن بعد لقيت هذا، قال لهم 85 برك قدامنا، يهضر مع السيد شغل الموتور الاخر، قال له وكذا وكذا، شبك هالنا، شبك هالنا، شبك هالنا. طق واحد من القبيلي هذا، قال له قلت لنا 60 سيكوند، شغل 150 قبائل هذا. انا في تخليني شك وما تخلينيش تاع صاي، انا في شغل في البلاد بعد عبالي ما كان والو. يلا اما نروح نموت والله صديق، يلا نوصل والله. انا ضرك ضرك كيما راني، تعطيني باسينه تقول لي كلمه تاع اسمه، انا قسما بالله نروح في باسينه. المهم المهم قلنا القبيله هذوك مساكن، قال لها 150 وترسون سيكونت. دور 150. اه القبيلة ذو قالها ما وصل فيكم. لا يا سلطان اسمعني، قالها ما وصل فيكم. خضرت معاه، خضرت مع صاحبي هذا اللي يقولون طايفين، قال له انت تقول له، قال له واحد تقول له 115، واحد تقول له 150، قال له في الاخر نلقى 85. كان قال له شو العقلية يعني، ما فهمناش والله ما فهمنا. قال له غادي ديماري وانتقل الجيدة بعد، قال له ديماري غادي يطيحوا الجندارم والله حق، قال له ديماري. شغل لقيت هذاك بقى موس، قال له البحر راح طالع، ثم فشات نشوف البحر طالع. قال له لا هو غير هناك غير هنا، وبدا يذبح هذاك مول الشي، بدا يعيط، بدا يعيط، بدا يطيح. قول لك سلطان كانت معنا مع طفلة في قدا في عمرها، قدا في عمرها، ما تأمنش مع أبويها مع المرأة هذيك وأبويها، 3 سنين، سيدي لا تحرقوا، 3 سنين قاعد نقول لك. يعني انا جاب لي ربي نقول، وانا انا دروك يقول لك واحد ولم 82 والله كان قادر يلم، معليش انا نقوله طالع نزهه طالع شغل، انا ما على باليش كيف هتفهموها اخوتي، كل واحد كيف راه يشوف، كل واحد كيف راه عايش. بس انت انت ماكش حاكم على الانسان هذاك مين جاب الدراهم، هذه الحاجه الاولى. انا قاعد نقول لك 7 شهور نقيس في الزباله، لم في الزباله صاحبي، ومبعد على السياسه تصبح نظل نخدم في الماسونوري. يعني اليوم توحشته تاع نرقد هكذا، توحشتها. المهم كل واحد حر في حياته، هذه لا بقى عنده، حاب يروح برك، حاب يروح يحوس، كل واحد حر في حياته. هذا الميساج نوصله، وانا اخطيك من الناس، ما اخطيك من الناس. انا قاعد نقول لك صاحبي هذا واحد مريض، هنا قاعدين يقولوا له مرض وراثي، مرض وراثي، مرض وراثي، دار كونتاكت اللي قالوا له لا وراثي لا والو، قالوا له طفح اسمنا نحي ولا المرض هذا صاي هاك. وأم سلطان نرجع الموضوع، طلعنا طلعنا بدا لقيت هذاك يمشي مسكين، وانا نشوف الموتير شغل مش موتير شغل، يحس في حس، في حس انه مش نورمال حس. انا ماشي البحر يزيد يطلع، والله سلطان الموجة نخزر معاها هاك جاية لفوق، والله العظيم الموجة جاية يعني. الطفلة هذيك، الطفلة هذيك الصغيرة شغلنا تضحك تاع إنسان يضحك بالصوت، قسما بالله طفلة ملايكة صغيرة تضحك، قاعدة تضحك وحدها، لا إله إلا الله. ثم يعني شغل بديت أنا نضبع، بديت أنا نشوف في، يعني نشوف في راسي في حوايج واحد أخرى صايت. ثم راك شغل راهي الموت قدامك، ما عندك ما دير. وبعد حبس الموتير، هذه الحبسة تاع الموتير شغل شوكاني فيها الجيد، جيت صغير تسمى ولد البحر، والجيد يعرف، يعرف يعرف نقول لك يعرف يعرف.
قبل ما يسيب الواحد جاء قال صاحبه سماه فولة الوحدة، قال له روح شد الواحد شد الفولة. حكم الفولة هذيك، هذاك يقول لك الحاكم لا بوصول وجي بي اس، راح تم الفولة وهو جا لقيت هذاك مسكين لحى الكاش تاع المودير شغل طلع والله مع ذلك سلطان شو اللقطة اللي دارها مش وكان يا ودي دخلنا في حيط ثم وقيلة 3 دقائق ولا 4 دقائق ما كانش ليه ضر فينا ما كانش، يعني نقول لك شغل حلت علينا لعنة فرعون والله ما كان ليه ضر. قول له موتر سوا صوت حزر مع صاحبه، قول له موتر راه سوا صوت راه سوا صوت شغل اللي يعيط طفل صغير يعني نقول لك 16 سنة أنا في عمري 28 مت نقول لك مت مت سمعنا ما نحضر سمعنا هنا ما نحضر. قال له موتر راه سوا صوت طق القيد هذاك اللي كان يصوب الواحد الرول بدا يضرب يخبط يخبط في راسه واحد يقول له دمرني دمرني دمرك تعرف الهضره تاع الغرب كيف بدا يعيط المسكين هذاك القيد قاعد يقول له دمرني 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 وين الدمر هذا؟ ها؟ عليه الدمر وين الدمر هذا زعما؟ يا ولدي موتير ما كانش قلنا 85 من بعد راه غير غطاء غير واحد غير غطاء غلياف برك موتير 60 دول دير لكم الغطاء هذاك من الفوقتين غطاء يعطيك صح هذاك ما كان هذاك ما كان لقيت مسكين ثم هذاك قاعد نقول لك مظهر تقول لي ولد البحر ما كانش ولد البحر صح لا تقول لي ولد البحر اي والله استغفر الله كوني كان يعود خالق ونص البحر اي مات السيد هذا نقول لك مات مات قاعد يقول شغل غاطات وقاعد يقول له دمرنا 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 بقى هك شغل هذا الشوك شيء الشوك بعد تقب الطفل هذا قال له ما يكون غير الخير قال له لا بغى لا قال له لا كذبت ان نموت وغادي نموت فانا هذاك من مستغانب السيد هذاك اللي به بمرته مستغانبي قالوا لا عدنا راح نموت وراح نموت وقلت ما كان حتى مشكل تقول هذاك يستنى في الموت بجاب لي ربي فرحان كي راح يموت ما عباليش انا مش عنده مشاكل بصح نشوف فيه فرحان كي عاد راح يموت والله القبائل هذوك مش تهمش الحق انا كي شغل كي طلعت الظلمه قاعد نقول لك خوك ما تشوف قدام القبائل هذوك شغل حس شغل ما كان همش انسان ما كانوش راح بصح ما كانوش حسهم حسهم ما كانش لا شهد لا تمتم لا نطق لا طلع لا والو والو انا ما نعرف والله العظيم ما نكذب عليك هذا نقول لك هكذا والله ما نكذب عليك انا جاب لي ربي شغل تروح في عالم ثاني قال الاخرى شغل نشوف في دنيا واحده اخرى والله غير كنت نشوف في دنيا واحده اخرى هاي اسع من عظم من لا شاف الدنيا واحده اخرى بعد قلت لك سلطان لقيت هذاك طاح يعيط طاح يعيط لهذاك اللي خرجنا راح بشي يهز عليه بعد نص ساعه والله واحد بالنص ساعة هو يعيط 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 مشينا واحد ساعة ساعة وربع مش نقول لك مشي مشي يعني يدمر شو الضوء يبانوا لنا شوي جهد ما يبانوا الضوء عيط عيط يعيط وحب يهز عليه وانا عندي النيمرو تاع هذاك تاع لا فامي تاعنا هذا قلت له يا ترقيق عيط له قلت له شوف نقول لك غادي تروح لهذاك قلت له معليش انا راح والله يا سلطان هك. قلت له معليش انا راح نموت ما انا في رقبتك قلت له وقلت له لا شيء بشيء وهم هضرتها بتاع الغرب هذوك انا ما نفهمهاش والله ما نفهم بدا يهضر لي هكا تاع جول واش كاين واش بيك واش ما كاينش وكذا قلت له هاي الحكايه هاي الحكايه طق لي القيد قال لي يعطيني القيد عقب لي القيد عقب لي القيد عقب لي القيد ويضب عليا في التليفون وانا شغل مودع في راسي يضب عليا في التليفون كل ما نفهمها وكل ما لا فهمت غير غير حاجه ما نعرف ما قاليش اعطيني القيد جاب لي كلمه واحده اخرى هكا يعرفوها هاودنا في الغرب شغل القيد عقب لي القيد نحضر معاه عطيته القيد قال له وراك عطاه الواحد قال له هاني وراني هاني وراني هاني شحال باش قال له ريح كيما راك قال له ريح كيما راك قال له بغطيني قال له ريح كيما راك نقول لك قال له كوفان جي ولا نعيط لكم من الامارين ويا واحد 10 دقائق عيط لنا صاحبنا هذاك اللي خرجنا يا عيط لنا قلنا ما كانش كيفاه راه بحر راه طالع ما عباليش واش ونشوف لكم الامارين لا قلت له ما تشوفليش الامارين يهضر مع القيد صاي يعني نقول لك واحد القبيلي جبد موس بغى يطرطق الوحده هذيك بغى يقطع الجلده كان مرطن والله ما عباليش بيه راح يقطع الجلده نطقت المراه قالت له في وجه الطفله قالت له في قالت له ملايكه قالت له ملايكه معانا هكذا وراح يطرطقها والله راح يقطع الجلده هذا نطقت مسكينه هذيك المراه قالت له معانا قالت له في وجه الملايكه في وجه الملايكه المهم سلطان
يهضر هذاك مع اللي خرجنا، يهضر معاه يهضر معاه يهضر معاه. واحد الساعة قال له ما تبعت ليش لاماري، قال له تبعت لي لاماري باينة لين مخرج الجماعة. قال له جماعة كل برانية غير أنا من وهران، باينة لين مخرجها من وهران. تبعت ليش لاماري، قال له غادي نموت، قال له ما تبعت ليش لاماري. ثم يحكمه ثم صايح خلاص طمال حكايته. واحد الساعة سلطان هو جا هذا في عميلتي، جا معاه هو وجا قايد واحد آخر، جاو شغل بوطي واحد آخر معايا يا سلطان. والله واحد الساعة ساعة ونص وجاو، أنا ثم صايم ما نعرف شو رجعت للروح. شو ما والله ما على بالي وقتها، والله ما على بالي أنا شو، والله ما أكذب، والله ما على بالي، والله راح ربي عالم، والله ما كنت، والله ما كنت على بالي. جاو كي جاو شا دارو نقول لك ما تأمنش، شغل بداو يطلعوا فينا، بداو يطلعوا فينا، بداو يطلعوا فينا. تقال له باغي تقتلها هذا القيد، تقال له باغي تقتلها ضربه هذاك اللي كان مخرجنا، ضرب القيد هذاك ضربه مسكين بكف انطاح هذاك طيح قباري. انا في اللحظه هذه قلت نقول لك حاجه اخويا، قلت نخرجوا للشط، قلت درك راه معانا هنا انا فيهم في البحر راك شايف الدنيا كيف، قلت نخرجوا للشط. قلت له انت ولد امك، قلت له كي نخرجوا للشط زيد هز عليه يدك. شغل غاضني القيد هذاك انا شفته كي كان يخبط في راسه كان يذبح صاي، عرفت الحكايه صاي، يمكن يشوف الموت دير له هكاك تاع تضربه عليه زعما، فهمني برك زعما عليه تدير له هكاك. جا قلت لك سلطان خرجونا، وهذه الحكايه كلكم فيها. شفت هذاك اللي قلت لك لافابيلي كانوا عنده دراهم، هذاك هو شغل عيط له بالتليفون قال له غادي تروح تجيبها، قال له اقسم بالله، قال له شغل كان يهضر فيها قدامه. خرجنا للشط هذه بعد ما خرجنا للشط، قال له اقسم بالله، قال له يا دارك من نقرقعها عليك، قال له دارك من نقلبها عليك، قال له تروح تجيبها، قال له كيما بعثها تروح تجيب. قاعد نقول لك جانا في ماتريال لا اله الا الله، شغل تاع عمارين خويا، الماتريال اللي جهزنا به شغل تاع عمارين مش تاع باطو. تشوفوا كيفاه موتير الله يبارك، اي 10 دقائق كنت في الشط صح، كيفاه ما عباليش. بعد خرجنا للشط، خرجونا قلت لك سلطان طلعونا داونا، خرجنا للشط. القبائل هذوك شغل واحد فيهم كان ازرق، هاك تعرف القبائل كيفاه شغل يجيو بيض زرواجه هكذا، والله واحد فيهم ازرق، ازرق هذا قاعد والله ازرق، نقول لك ازرق انت تتخيلها ازرق، والله ازرق خرج ازرق. من بعد لقيت هذاك مسكين بقى يهضر مع مولفي زطر شو ضربه، ضربه والله يا سلطان انطاح الخطر، ضربه طاح فعلا وقوله. شوفوا حتى هو قدام ده ما تأمنش. قلت له انت قذرت معاه، انا شغل ثم بديت نجرب، ثم بديت نستوعب انا وين كنت وش كنت ندير. الخطره الاولى كي خرجت والله ما كان عقلي فيا كاع، ما كانش الطرف تاع عقل ما كانتش فيا. انت بعثنا الموت، انت شغل غلطتني، شغل غلطتني عمري شغل لقطه ما عباليش وانا فيا دي فوق نقلق نلعب من ذاك، نقلق نلعب ساعات رجلي شغل ما نحسش بيها، المهم فيا دي فوق عندي شغل لي نير. بعثنا الموت، بعثنا الموت نضب عليهم. قال لي لا والموت ارخاونوه لي ما عباليش وش، ودغنولي ما عباليش وش، بدا يزين فيها. قلت له المهم دراهمي، دراهم وراهم طق لي كذا طق هذاك لافامي تاعنا، قال له دراهم اعطي الناس دراهم، قال له اعطي الجماعه دراهم. قال له انت، قال له انت اش عطيتني هذاك شغل اللي كان مخرجنا يهضر لافامي تاعنا، قال له انت اش عطيتني، قال له اعطيتك دراهم هذا دراهم هذا دراهم هذا شغل عينين في 3. استغفر الله، انا نقصوني 4 ملايين الدراهم، مهم نقصوا لي 4 ملايين شغل راح وراح معليش شغل كيما راح شكون هذيك الفايده. انا صاحبي نقصولو مستغانمي هذاك شغل راني نضرك معاه كونتاكت، واحد من مستغانم كان خارج معنا ذاك رجعوا له دراهمه كل وحيد، رجعوا له دراهمه كل هذوك لو القبايل، القبايل هذوك الحق ما عنديش بهم علاقه. هذاك اللي بيه بمرته مسكين قاعد يقول لك انا مخرج والله ما على بالي سلطان 180 ولا 190 والله ماني شايف عليه قدام خلص. شغل ثاني بلا عطوه، عطاوه نص ونص الاخرى ومازال يجري عليه هنا حتى ذاك عنده خيوط. اما القبائل 80% نقول لك راحوا دراهمه. زيد هذا نقول لك شكون او يسكن في وهران، الناس تعرف عيش في الناس تعرف السيد، السيد هذا، السيد هذا او يسكن في وهران، اي نص الناس تعرفه ذم. يعني نقول لك نص الناس، معناها كي نقول لك نص الناس يعني كيما قلت لك قبيل شغل البلاصه هذيك يعرفوه، يعرفوه ما فيهاش ما يعرفوهش. دوك في وهران كيف راهم يديروا؟
شفت العنابي هذاك خونا اللي قال لك هاي الحكايه وهاي الحكايه، راه لا يصير اكثر من هكاك صاحبي، يصير اكثر من هكاك، اكثر من هكاك. هذو شو ولاو يديروا؟ شو ولاو يديروا؟ يديو جماعه، يديو الناس. انا شغل هذه كنت مكذب، والله ما نقول لك كنت مكذب، يعني كيما دوك انا نهضر، يجي واحد اخر يقول لك هذا واش راه يهضر، حتى يعيش تم اللحظه هذيك باه يفهم، باه يفهمها مليح، شغل يستوعب مخو يفهم واش راه كاين واش راه ما كانش. يديو جماعه، يديه يقول له، يقول له راكم خارجين في موتيرسون 15، راكم 11 عبد والقيد وصاحبه كلكم ماكسيموم 13 عبد، 13 عبد خارجين في 13 عبد. عبالك توصل في مشاوله تلقى 15 عبد، تلقى 17 عبد من موتيرا، يكون موتير 115 ولا 150، تلقى 85، تلقى 70 هكذا ممنوع. هذيك تاع هذيك تاع تروندي، شو ولا تروندي؟ تروندي ربي يرحمك من التالي، تروندي ما تروندي وصلت للشط. والله لو كان يكون موتير 40 وانت مخلص 150، ما عندكش معرفه غير تركب، تعرف ما تركب، عين تضحك وعين تبكي وتركب وتروح. دوك انا نهضر على نفسي، اعوذ بالله من كلمه، انا نهضر على نفسي. انا اللي شغل الضرق، انا كاينين الناس كي كنت اللي مفضرها من هذو، كاينين صباح الحصراولي ما نعرف بلاك، كيما نقول وانا شغل انسان معقد، والله انسان شغل نحسب للناس، والله كل واحد يفرع بينه. انا شغل الضرق، كنت فكر قاعد من ذاك نرقد شغل حاجات بريح الزباله براهم هذوك، شغل انا ما عطانيش بيبه، ولا سلفت، ولا رحت فكرت، ولا نخدم 3 خدمات في النهار صح، اقسم بالله يا ديفوان كي نطيح ونقعد نهار، ليله ليله ونهار وانا راقد، ماني جايب خبر، والله ماني جايب خبر. كنت شاري مصنع، بالك واش فيها المصنع هذيك، بهدم في الزباله، فيها الواحد والله يا سلطان، فيها الفرا يصلح، لامبرياج هذا ما فيها يصلح، القيدو لازمت لك تدور الدورات باه تحكم نص دوره، ونروح ونخدم عادي، باه تجي انت في الاخر ديلي دراهم، ولا تبعثني هكا ذيك البعثه هذيك، انا ما نسميهاش حرق هذيك، سميها بعثني ربي سبحانه. هذاك الانسان بعثنا ربي ديريكت، خرب مرض دول، عين تبكي وعين تضحك، روح ربي ديريكت، والله بعثنا ربي سبحانه. هي يقول لك الاعمار بيد الله، بصح الاعمار بيد الله، وي الاعمار بي، انا نامن بمكتوب ربي، ونام انا طايح من الكاطريا ميطاج وما متش، نامن بمكتوب ربي، نامن بالمكتوب، مش ما نامنش، بصح مانيش انسان جاهل ومانيش انسان بغل، انا نحسبها مليح في مخي، نحسبها مليح كي راها تدور الدنيا. يبعتك صاحبي قلنا راها كالمه، راها الكالمه، مش من كالمه، انا في الشاطئ نشوف والله في الروش ياد، شغل الماء يخبط، شغل نشوف الماء يخبط، ومن بعد صح بدا كي مشينا شويه تنحى هذاك تاع شغل الموج لي فاق القويين، وشغل شغل سلطان ما نعرف، انا شغل انا قلت لك ولد البحر، بصح ما نفهمش في البحر، شوف البحر شغل يطلع ويهبط، يطلع ويهبط، يطلع ويهبط. لقيت ثم مسكينه، انا لقيت هذاك ما على بالك يصرال، والله ما على بالك يصرال. انا حاجه حبيت نفهمها، انا حاجه عندي شغل، حاجه حاب نهضرها، احسن نعاون الناس خويا، احسن نعاون خوك، كيما تحسن تعاون انت شكون راح يحسن عاونك. هو انا تشوف ديه الدرك يقول لك خرج ب 200 100، درك درك راح تدور في 100، درك 100 انا كان جات عندي 100 والله كان جيت قادر نفضل 100، تعبت انا 70 اللي قد هدم 100 قد قعدت ونخدم، انا نخدم وخويا اسمه، اعطينا اسمه هذا، اعطينا اسمه حسين، يسموه حسين، هو يعطيك الصح سلطان، يعطيك من واحد يعطيك الصحه، وقالنا حسين ما كانش من هذا، والله كان يقول لك انا اسمي انا كيما انت، انا عرفوك سلطان هكذا، انا كاتب فؤاد، تعرفني باللي انا فؤاد ولا ما تعرفنيش؟ انت ماكش متاكد منها، فضت في الامان، هو يقول لك اسمي فلان، بصح موش اسمه فلان، هو يديك الله، بس هذيك مو دار موش دار، بزاف حوايج بزاف. انا قاعد فين قلت لك سلطان، انا اخوك راه ربي راه عالم بيه واش رايح يدير، وعلاه رايح يدير في الشيء هذا، كاين مسكين واحد راح يخدم على مو مريضه حبه تداوي ما تقدرش يعاونها، يقول لك اللهم نروح ثم نلم الزبله ونعاون ما، نقول لك انا غرق 28 28 سنه، انا نقول لك سلطان بالتالي درك انت علاه طلعت معك بعيدا، شغل بعيد على كلش، بالعكس انت انسان منطقي تعجبني بالتالي كاع، طيب والله غير انسان منطقي، شغل يعجبني انسان يهضر بالمنطق، واللي عنده تفرجت الحلقه تاعك مع
مع عمارة والمنطق ديالي. عليه أنا كنت راح نخطب، هاك معايا، هاك سامعني، كنت معاه، كنت راح نخطب. شكون وقع واحد بيناتنا واحد المشاكل أنا والطفلة هذه. شا قالت لي؟ والله يا سلطان واش قالت لي؟ قالت لي أنت شغل شامبرا، كنت راح نضالي شامبرا الوقت هذا. قالت لي أنت شامبرا عندك عام وأنت حار، وأنت تخدم ما قدرتش تضاليها. قالت لي كيف راح نعيش معاك أنا؟ سمعت هذه؟ درك انت، درك انت، درك انت نهضر على انا، نهضر على نفسي، ما نهضرش عليك انت كسلطان، ربي سهل عليك تقبلها ولا ما تقبلها. انا نهضر على نفسي، انا درك الكلمه هذه عندها وي في 4 سنين ولا 5، قسما بالله درك الدور في راسي، درك درك ما زلت ما رجل قاعد من ذاك ترن في راسي، شغل كيجي عابد في بالي، ترن الكلمه هذيك في راسي، شغل انت 4 سنين ولا 5 سنين وانت باه ضالي شمبرا ما قدرتش تضاليها، كيف انا راح نعيش معاك؟ بيت الجرجر صاحبي، اللهم جرجر هي ولا جير هنا. دوك انا قاعد لي بيت انا البحر هذا، وما نقولكش ما نزيدش نروح، نكذب عليك والله نكذب عليك. انا قلت لك درك اعطيني باسينه كبيره شوي، تقول لي 80% توصل، 80% توصلت 20% تموت، قسما بالله روح في باسينه، مش تحاز مش تاع نهضر كيما يقولوا بان هضر، قسما بالله يشهد علي يا ربي لا نروح في باسين. قول صاي هنا صاي ما بقاش. ديك خطا الاخرى رحت نهبط في السميد 150، عطاني 150 ألف السيد، دخلت نقضي بها للدار، وديت كذا وكذا بعض الأمور تاع قضية. قلت له زيد زيد باطي شما، باطي شما تاع 7 آلاف قدها، قال لي اللي زيدني 3 آلاف، 150 ألف وما كفات صح. نهار كامل وندمر عليها، وشغل وليت كامل سميد من فوق لتحت، إلا خا تقول لي زيدني 3 آلاف خليك. دوك يخرج لك واحد يقول لك الاستقرار، الاستقرار الله ينعل الاستقرار هذا اللي تهضروا عليه انتم، ولي راكم عارفين انتم شنو الاستقرار. اللهم سوارخ هذيك اللي راح تطيح لك في سوريا ولا لا، الاستقرار راك انت عارفوه انتم ما تهضروا لي عليه انتم. الاستقرار صح جات عندنا استقرار، تشوف الناس تموت في الطرق هذيك، تشوف الناس مساكن تروح في تموت في البحر، واحد ما يديرها. انا درك درك انا نهضر على نفسي قسما بالله، جيت نخدم في شهريه عندي 4 ملايين كل شهر، 5 ملايين كل شهر، والله الحمد لله صح ما كان صاحبي 5 ملايين والله ما تكفيك. انت انسان براسك تحب تعيش شوي، وانا قاعد نقول لك تقليش وسهرات وهذيك بعيد علينا، حلم بعيد المدى ذاك صح، حلم بعيد المدى متالي. لا قول لك هذه البلاد تشكون، هذه البلاد تاع الاخرى سمي معايا، هذيك تاع فرنطوم هذاك كاين تاع تعموني هذيك، المهم المهم تاع المؤثرين هذيك سيلينا تاع ما على بالي شكون تاع مامي دولي، قال لك اللي يجرح ما يداويش، اللي يجرح راك من نيتك صاحبي. هذه تقول لي بلاد على الشيطان، انا من ذاك ندخل نتفرج في لايف عند قاوريان تشوفها، اقسم بالله كي تطفي الضوء تشعله، تشعله كي تطفي انت الضوء شمبرا تشعله، تلقى 10 عباد 15 عباد يتفرجوا فيه. هنا عتروس حاجه وحاجه قدك، مانيش نضحك على خليقه ربي، راه مانيش نضحك على خليقه ربي. هذيك في جهه وما كانش انسان كامل، هذيك فوتنا منها. نهضروا على المنطق تاع العباد، تلقى 1000 عبد 2500 عبد، انت علاه ما عندكش 1200؟ انت ما له ما طلعتش في شان يوتيوب، عليه خطر تهضر الصح، رغد وارقص صاحبي، رغد وتصور مع باليش انا في كاباري وتصور مع واحد، مبروك عليك المليون انا نقولها لك. الله يهدينا ويهديهم يا اخو، بارك الله فيك عزيز، ربي يحفظك والله، بارك الله فيك هالمعلومه. والناس اللي صار لهم المشكل اللي كانوا معك في الركبه ابعتهم يزيدوا يحكيوا، باش ان شاء الله نفرشوا هذه القضيه تاع السارع، الكذبه تاع السارع. انا 80 مليون هذه جاب لي ربي، يدير فيزا روح للطرق ودير تسليمه، جاب تسليمه متالي. انا ما تقوليش ما ننصحش الناس بالهجره، انا نقول له خويا قادر تخرج على بالك بروحك كابابل، قادر تسلك راسك اخرج، اخرج راه حرام عليك تبقى هنا، ربي يحاسبك. صح هذا متالي، الله يهدينا، بارك الله فيك العزيز، الله يعطيك من العزيز غالي، بارك الله فيك، ولي كيفاش اللي راك تشوفوا فينا، ربي يحفظك سلطان خويا، وانت ثاني الله في روحك، ربي يعطيك قسم فينا ان شاء الله. ان شاء الله كنتوما كنت كي كاع الناس لما يشوفوا فينا كاع كي امه محمد، بارك الله فيكم خاوتي، ردوا بالكم ودعموا لاشاب شي اللي تقدروا عليه، وجزاكم الله خير. سلام.